مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وخلونا نروح في البداية لمراسلنا محمد توفيق. كان في تمرين الأهلي النهاردة. مساء الخير عليك يا محمد. مساء الخير يا سارة، بمس عليك وعلى زميلنا أحمد وعلى كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. محمد، لو تقولي في البداية كده أهم ملامح التدريب النهاردة كانت إيه؟ يعني سريعا كده، أهم ملامح التدريب النهاردة كانت مشاركة 19 لاعب من اللاعبين الصاعدين من النادي الأهلي، سواء مواليد 2001 أو فريق 99، بجانب يعني زي ما بنقول العشره الكبار اللي لسه متواجدين في الفريق، بعد طبعا انضمام عدد كبير من اللاعبين سواء للمنتخب القومي المصري او كمان اللاعبين المحترفين اللي انضموا لمنتخبات بلادهم، او كمان اللاعبين اللي بيقضوا اجازاتهم مع عائلاتهم في بلادهم خارج البلاد. التدريب يمكن بدا في تمام الرابعه عصرا، كان حريص مستر موسيماني انه يجتمع باللاعبين قبل التدريب لاعطاء بعض التعليمات، بعد كده بدا التمرين وبعد الجمل زي ما بنقول التدريبات البدنيه الخفيفه في نص الملعب، بعد كده تبعها بعض التمرينات بالكوره، وبعد كده تقسيم اللاعبين لمجموعتين، مجموعه اللاعبين الصاعدين كانوا مع كابتن سامو انصام، اللاعبين الاساسيين او الكبار زي ما بنقول كانوا مع مستر موسيماني اللي حرص على ايقاف التدريب كذا مره لتحفيزهم وتصحيح الاخطاء اول باول. يمكن كان معظم تركيز التمرين النهارده على الخروج بالكوره من خط الدفاع بشكل سلس والتمرير القصير وعدم الاعتماد على التمريرات الطوليه وبناء اللعب زي ما بنقول من الخلف للامام. يمكن ابرز الحاجات اللي ظهرت النهارده في المران كان ظهور حسين الشحات في ملعب مختار التتش، يمكن اكتفى ببعض التدريبات البدنيه والتاهيليه مع كابتن طلعت عزيز اخصائي التاهيل، كمان محمد مجدي قفشه المنضم للمنتخب المصري استغل النهارده كان فرصه ان كان في النهارده اجازه من تدريب المنتخب الاول استعدادا لانطلاق المعسكر المغلق من غدا ان شاء الله، وادى تبع التمرينات الاستشفائيه في الجيم هنا في النادي الاهلي وكان حريص على التواجد مع زملائه، وكذلك سعد سمير يمكن ظهر النهارده في المران ادى التمرين بشكل كامل باستثناء بس التمرينه في الاخر التقسيمه اللي كانت في اخر المران اللي كانت بطول الملعب، اكتفى بس سعد بالجري حوالين الملعب وعدم المشاركه في التقسيمه، لكن باستثناء كده كان مشارك بشكل اساسي في المران، كذلك برضو رامي ربيعه يمكن شارك في التمرين بشكل كامل، حتى التقسيمه كمان كان متواجد بيها رامي ربيعه اللي خلاص يعني بنسبه زي ما بنقول 98% بقى جاهز لخوض المباراه ان شاء الله الفتره الجايه. ان شاء الله بنشكرك يعني... شكرا. اتفضلي محمد معايا؟ معاك. كان في النهارده تمرين قوي لحراس المرمى مع يانكو مشال، احمد طارق وعلي لطفي وحمزه علاء. بالفعل يمكن انت اشرت لنقطة مهمة جدا، كان التمرين النهارده أكثر من قوي زي ما بنقول، يمكن مستر ميشيل ما يعني زي عادته دايما سواء الحراس الأساسيين موجودين أو حتى الحراس البدلاء، لا هو التمرين بتاعه بشكل قوي جدا لا يخلو زي ما بنقول من القوة والرجولة في الملعب، يمكن الحراس اللي ظهروا بأكثر بشكل أكثر من رائع، كمان شارك في التقسيمة علي لطفي وأحمد طارق سليمان شاركوا في التقسيمة اللي أقيمت في نهاية المران على طول الملعب بشكل كامل. بشكرك محمد توفيق. عظيم، نشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد توفيق.